سيدنا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم في هذه التغطيه العاجله. اصدرت محكمه جناح في مدينه نصر برئاسه المستشار محمد مبارك قرار بحبس اللاعب حسين الشحات سنه مع ايقاف التنفيذ لمده 3 سنوات. ده الحكم اللي لسه صادر من دقائق معدوده من محكمه جناح في مدينه نصر في القضيه اللي شغلت الراي العام خلال الفتره الاخيره لوقت كبير جدا منذ طبعا الواقعه اللي كانت حصلت في مباراه النادي الاهلي وبيراميدز، وقعت المشاده اللي بنشاهدها مع حضراتكم على الشاشه دلوقتي بين حسين الشحات ومحمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز. طبعا لما حصل بينهم احتكاك وتعدى حسين الشحات على اللاعب بالضرب خلال احداث هذا اللقاء او بعد نهايه هذا اللقاء. طبعا بعد كده القضيه خدت عده اتجاهات اخرى واصدرت قرار النهارده محكمه مدينه نصر بحبس حسين الشحات لمده سنه ولمده 3 سنين طبعا مع ايقاف التنفيذ لمده 3 سنين. اذا الحكم حبس سنه مع ايقاف التنفيذ 3 سنوات، يعني الحكم مش هينفذ لمده 3 سنوات طبعا الا في حاله عوده اللاعب لارتكاب جريمه مماثله خلال ال3 سنوات اللي طبعا بيكونوا فتره ايقاف التنفيذ اللي قدرتهم محكمه جناح مدينه نصر النهارده. طبعا كان في العديد من السيناريوهات مفتوحه قدام المحكمه، كانت من الممكن ان طبعا انها تقضي بالبراءه او تقضي بالحكم مع الغرامه او تقضي بالحبس، وهو طبعا الحكم الصادر مؤخرا من محكمه جناح مدينه نصر بالحبس لمده سنه مع ايقاف تنفيذ الحكم لمده 3 سنوات. هل الحكم نهائي ولا في درجات تقاضي اخرى؟ خليني اقول لحضراتكم ان بالفعل في درجات تقاضي اخرى خلال الفتره المقبله. من حق اللاعب حسين الشحات ان هو يستأنف على حكم المحكمه طبعا بالحبس لمده سنه، هيعمل استئناف على الحكم، وبعد الاستئناف هينظر الحكم امام محكمه جناح مدينه مستأنف مدينه نصر، ومحكمه جناح مستأنف مدينه نصر هيكون ليها الحق المطلق في انها تخفف الحكم الصادر على اللاعب او حتى تلغيه وتقضي بالبراءه او يعني تخفف الحكم، لان دول السيناريوهات الوحيده اللي هتكون متاحه قدام اللاعب في هذا الوقت، لان طبعا من حق محكمه جناح المستأنف انها تخفف او تلغي، لكن مش من حقها انها تزود مده العقوبه الصادره على اللاعب. خلينا اقول لحضراتكم نص الحكم اللي طبعا اتنشر على موقع اليوم السابع منذ دقائق قليله ولسه صادر طبعا من محكمه جناح مدينه نصر. قضت محكمه جناح مدينه نصر يوم الخميس برئاسه المستشار محمد مبارك بمعاقبه لاعب الاهلي حسين الشحات بالحبس لمده سنه مع ايقاف التنفيذ لمده 3 سنوات وتغريمه 100,000 جنيه وحرمانه من عضوية أي هيئة رياضية في اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميدز المغربي محمد الشيبي أثناء المباراة اللي جمعت فريقيهما. ده بالنسبة لنص الحكم الصادر من محكمة جناح مدينة نصر. طبعا الحكم حبس سنة وإيقاف تنفيذ لمدة 3 سنين وغرامة 100,000 جنيه وحرمانه من عضوية أي هيئة رياضية. طبعا ايه المقصود هنا من حرمانه بعضويه اي هيئه رياضيه؟ دي طبعا محتاجه لسه تفسير هنعرفه من خبراء القانون يوضحوا لنا هذه الجزئيه، ولكن حتى الان الحكم الرسمي والصادر من محكمه جناح مدينه نصر هو الحبس لمده سنه مع ايقاف التنفيذ لمده 3 سنوات وغرامه 100,000 جنيه على اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الاهلي في اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميدز المغربي محمد الشيبي بالضرب في اللقطات اللي ظاهره قدام حضراتكم على الشاشه. طبعا يعني دي اللقطات اللي بنعرضها لحضراتكم اللي كان سجلها تلفزيون اليوم السابع واذعناها لحضراتكم عقب اللقاء اللي كان بين النادي الاهلي ونادي بيراميدز طبعا، وانتهى اللقاء وبعد كده حصلت بقى مشاده بين اللاعبين. في الوقت ده حسين الشحات كان اتهم الشيبي بان هو سبه بشكل علني خلال احداث المباراه، وحصلت بينهم مشادات كبيره في الماتش وان هو تعرض للسب من قبل محمد الشيبي، فده طبعا دفعه ان هو يخرج عن اعصابه ويعتدي بالضرب على اللاعب عقب احداث هذا اللقاء. طبعا الوقائع كلها مصوره بصوت وصوره وكل الادله كانت متاحه قدام محكمه جناح مدينه نصر اللي يعني استمعت لاقوال الشهود في الواقعه واستمعت لاقوال او مرافع الدفاع حسين الشحات والمحامي الموكل للدفاع عن محمد الشيبي في هذه الدعوه، وانتهت في نهايه المطاف بقرارها بحبس حسين الشحات لمده سنه مع ايقاف التنفيذ لمده 3 سنوات.
إذن قضت محكمة جنح مدينة نصر اليوم الخميس برئاسة المستشار محمد مبارك بمعاقبة لاعب النادي الأهلي حسين الشحات بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات وتغريمه 100,000 جنيه وحرمانه من عضوية أي هيئة رياضية في اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميدز المغربي محمد الشيبي أثناء المباراة التي جمعت فريقيهما. تعود أحداث الواقعة بروز تحريات الشرطة أثناء إقامة مباراة لكرة القدم جمعت فريقي بيراميدز والنادي الأهلي في بطولة الدوري الممتاز، واعتدى حسين الشحات على اللاعب محمد الشيبي وشتمه بالأم أمام ملايين المشاهدين، وطبعا وفق ما جاء في تحريات الواقعة. وفي بلاغ الشيبي اتهم حسين الشحات لاعب النادي الأهلي بالبلطجة والضرب والسب والقصف والإهانة والترويع، فضلا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفحة على مواقع التواصل المختلفة. إذن حكم محكمة جنح مدينة نصر حكم أول درجة صدر بحبس اللاعب حسين الشحات لمدة سنة وغرامة 100,000 جنيه مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات. ده بالنسبة لكل التفاصيل المتعلقة بهذه الواقعة والحكم اللي صادر من محكمة جنح مدينة نصر. هو مش حكم نهائي، والناس اللي عاوزة تفهم يعني ايه مش حكم نهائي، يعني لسه في درجات تقاضي اخرى. من حق اللاعب حسين الشحات ان هو يعمل استئناف على الحكم علشان ينظر الاستئناف قدام محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، وقدام محكمة جنح مستأنف مدينة نصر من حقها انها اما تلغي الحكم الصادر او تخففه، لان طبعا لا يضار المستأنف او الطاعن بطعنه، ده طبعا قاعدة قانونية، وبالتالي مش من حقها انها تغلظ العقوبة، ولكن ممكن تخففها او تلغيها. ده بالنسبة للحكم الصادر طبعا قدام محكمة جنح مدينة نصر. وخلينا اقول لحضراتكم ان محامي حسين الشحات لاعب النادي الاهلي كان ترافع قدام المحكمة محكمة جنح مدينة نصر وطلب وقال ان في العشرات الالاف من جماهير النادي الاهلي طلبوه باقامة دعوة قدام المحكمة ضد الشيبي لانه متهم بالتعدي بالسب واهانة جماهير الاهلي، وبصفته محامي النادي الاهلي بيطالب من المحكمة باقامة دعوة ضد اللاعب. كمان ترافع محامي الشيبي قدام المحكمة واكد ان لوائح الفيفا لا تمنع من لجوء اي شخص الى القانون المحلي في نظر الدعاوى الجنائية اللي بتحدث في الملاعب، واشار كمان الى انه لن يتصالح في الدعوة ومستمر فيها. كان في العديد من مساعي الصلح خلال الفترة الاخيرة ولكنها كلها بقت بالفشل، يعني كان في وساطة من قبل فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، وطبعا احد اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم، وقال خلال تصريحات اعلامية ليه ان هو تدخل، ولكن يعني الامر كان وصل لطريق مسدود مع كافة الاطراف، وما عرفش ان هو يقرب وجهات النظر بين الشيبي من جهة والشيبي طبعا وبيراميدز من جهة وحسين الشحات والنادي الاهلي من جهة اخرى. ايضا رضا سليم لاعب النادي الاهلي كان هيتدخل على خط الازمة من اجل الصلح بين اللاعبين، ولكن طبعا في نهاية المطاف فشلت ايضا مساعي رضا سليم في الصلح، وانتهى الامر الى الوصول الى محكمة جنح مدينة نصر، والدعوة خدت اطارها القانوني لحد ما صدر النهاردة حكم من محكمة جنح مدينة نصر بيقضي بحبس حسين الشحات لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات وغرامة 100,000 جنيه. إذن قضت محكمة جنح مدينة نصر اليوم الخميس برئاسة المستشار محمد مبارك بمعاقبة لاعب النادي الأهلي حسين الشحات بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات وتغريمه 100,000 جنيه وحرمانه من عضوية أي هيئة رياضية في اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميدز المغربي محمد الشيبي أثناء المباراة اللي جمعت الفريقين. أحداث الواقعة بترجع إلى تحريات الشرطة اللي قالت انه اثناء اقامة مباراة لكرة القدم بين بيراميدز والنادي الاهلي في بطولة الدوري الممتاز
اعتدى حسين الشحات على اللاعب محمد الشيبي وشتمه بالأم أمام ملايين المشاهدين. وفي بلاغ الشيبي اتهم حسين الشحات لاعب النادي الأهلي بالبلطجة والضرب والسب والقصف والإهانة والترويع. دي كل التفاصيل المتعلقة بهذه الدعوة وبالحكم الصادر من محكمة جنح مدينة نصر منذ يعني دقائق معدودة، ودي طبعا تم نشره على الموقع الإلكتروني لجريدة اليوم السابع. إذن قبل ما أختم بذكر حضراتكم مرة تانية بالحكم الصادر من محكمة جنح مدينة نصر ضد اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، وهو الحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات بغرامة 100,000 جنيه. دي كل التفاصيل المتعلقة بالحكم الصادر. أنا وفيكم بمزيد من التفاصيل خلال الساعات القليلة المقبلة مع أي تطورات هتشهدها القضية. بشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.